الحقيقة هذا شيء هو حق إلنا إنه للطبيب للمهنة الإنسانية إنه يصل لمكان عمله براحة نفسية بدون ضغط نفسي بدون تعب جسدي، وهو الخطوة في الاتجاه الصحيح ومش إضافة للطبيب، وحق لكل إنسان بيشتغل في أي مكان يصل مكانه بسيارته. أكيد إنه ريح علينا وسهل علينا وصولنا لأماكن العمل، بس وأكيد إننا مبسوطين جدا، لكن بالحقيقة هو حق إلنا. أول شيء إحنا بنتمنى إنه موضوع السيارات يستمر، ما يكون بس لفترة زمنية قصيرة، لأنه عن جد بسهل علينا إشي كثير، بسهل علينا زي ما حكيت لك الناحية التعب والإرهاق، والناحية المالية كمان بوفر كثير علينا، لأنه إحنا كنا نضطر نأخذ مبالغ كبيرة سيارة تكاسي للوصول للعمل. بنتمنى إن التسهيلات تشمل الجميع، كمان الجميع يصل لمكان عمله بأمان وبدون خوف وبدون أي إجهاد. Yeah.